اهلا وسهلا فيكم. هذا البرنامج مثل ما يمكن ساعدكم بريفنج عنه هو اسمه برانش مانجر اكريديتيشن بروجرام، وراح يكون على اربع ايام، يومين راح نحكي عن الاشياء السلوكيه ويومين عن الاشياء التقنيه او العمليه. البرنامج راح يختتم بعد فتره من انتهائه، يعني بعد 10 ايام تقريبا، باونلاين تيستينج يلي هو بيحدد الاشخاص يلي بينجحوا هالتست لياخذوا سيرتيفيكيشن. اكيد مثل ما كمان صرتوا تعرفوا هذا البرنامج اكريديتد، يعني مراجع من شركه اي اس تي دي. اكيد ثينك اتش ار هي الشركه يلي امنت بالتعاون مع بينهم الماتيريال لشركه اي اس تي دي ليعمل اكريديتيشن على الماتيريال، على الانستراكتور وعلى التست. فنتمنى لكم اربع ايام مفيدين ومثمرين لهذا البرنامج. شكرا. وحيكون مكتوب من كل مدراء الفروع في مصر مصر ديفنسي للحصول على شهاده سيرتيفايد برانش مانجر من اي اس تي دي. بالتوفيق. شكرا. اوكي، لكن رح نرجع للموضوع اللي كنا فيه. ورك شيت نمبر 5. ورك شيت نمبر 5 يلي هي بتقول عن الديسيجنز. خلينا قبل بس نقطع بانه في هون قطعناهم، عفوا خلينا نقطع هون بماضي نمبر 3. كنا نحكي عن قصه الاثكس، تذكروا الاثكس؟ اثكس اند سوشيال ريسبونسبيلتي. ليدرشيب ات افري ليفل. Leadership at every level needs to be ethical and socially responsible. شو يعني ethical؟ شو يعني ethical؟ فإذا نحن بدنا نشتغل على صعيد البرانش مانجر، بدي منكم كمان بجروب تعملوا listing للثلاثة بتشوفون انتو ethical behavior ضمن البرانش مانجر، يعني سلوك اخلاقي وسلوك غير اخلاقي. اوكي، خلينا نكتبهم ضمن الجروب. شو هن الاشياء اللي البرانش مانجر ممكن يعملهم بخلال يومين يكونوا اخلاقيين ويكونوا غير اخلاقيين؟ حتى بالامثله اللي اعطيتوني اياها، اذا شخص لعندكم عنده مشكله معينه، سوري، مع الموظفين والزباين، صح؟ اكيد عم نحكي إدارية. جيتوا انتو مارستوا ردة فعل معينة، قولوا لي شو هي ردات الفعل اللي ممكن تكون أخلاقية، ردات فعل ممكن تكون غير أخلاقية. تفضل جروب 1 او هلا الاشياء غير اخلاقية. نسمع تفضل. حطينا ثلاث اشياء غير اخلاقية من قبل المدير مع الزباين. اللي هي فيها تكون مثل، فيها تكون وقتها ما نستعملها. بالاجمال نحن بنمارس الاخلاقيات ضمن العمل. انما اوقات بيكون عندنا بس عم نحكيها مثلا انه نفرق بين مثلا استغلال المنصب، منصب مدير لامور شخصيه. اوكي، عظيم. عندنا كمان قبول الرشوه. نعم. ابتزاز الزبون. نعم. هذول من اشياء ثلاثه غير اخلاقيه يمارسها المدير مع الزباين. هلا في اشياء اخلاقيه، تقبل الانتقاد من الموظف ومن الزبون. كمان في شغله مساعده الزبون الموظف بامور خارج نطاق المصرف. فأنا فيني يساعد هالموظف باستئجار بيت او بقطع تذكره الطياره او بتسهيل امر، فهذا كمان تصرف اعتبره اخلاقي. دائما نستوعب الزبون مهما يكون على خطا. هذول من الامور اللي انا بعتقد هذا الجروب عنده، لانه بالمثل اللي اعطوني اياه مشكله بشوي مفهوم المعرفه عمل اخلاقي حلو. هي استيعابهم عن احترام، استيعاب واحترام الزبون مهما يكون على خطا. صح. خلينا نجرب بقصص يعني ضمن الاتكس اللي عم نحكي فيها.
الفوكس تبعنا كمان يكون على وبعرف انتم حكيتوها هلا فوكس على الموظفين كمان مش دائما الزبون زبون زبون ها اوكي استاذ غسان كمان احنا حطينا بالذات الامور الاخلاقيه او الرئيسيه او اللي اسمه فعلا يعني اصغاء الزبون بغض النظر عن مستوى الزبون، يعني انا اذا جاني زبون هو عنده ما له في اي بي او زبون مثلا شكله او فقير او لبسه او ريحته المفروض انا اصيغه شو كيف هيدا النقطه المهمه. النقطه الثانيه من المثل هي المهمه، شو ما كان وضعه اخلاقياتك ما بتسمح لك الا انه تصغيره. تصغيره كيف هذا عظيم غير عدم التشجيع ولا لا قابل للكلام، يعني انا ما فيني اقول له حتى لو كان هو غلطان غلطان لانك كذا ولانك كذا، لا انا فيني اوصل له اياها بطريقه كثير لما يطلع مبسوط من عندي وحس اذا كان غلطان حس بغلطه واذا له حق عندي طالع هو مبسوط كمان. هاي يعني بدك تقول في لا قابل للكلام. اوكي توجيه الملاحظات للموظف بشكل مختلف، يعني انا ما بصير الموظف غلط او عمل شيء اجى انا قدام الزبون او قدام الزملاء وانت عملت هيك، هي بكون انا كثير اعطيته العقاب، لا انا مستنى للفرصه المناسبه لدي لو عندي كل غلط غلط واحد اثنين ثلاثه او حتى للزبون كمان، ما بصير انا كمان وجه للزبون ملاحظه قدام الموظفين او قدام الزبون، فيني انا استدعي واعطي الملاحظه اللي انا اوكي. انا الغير اخلاقي او عفوا غير اخلاقي غير اخلاقي هو تقليل من قيمه الموظف كمان مهما كانت الاسباب، يعني انا ما فيني اذا موظف عندي حتى لو كان مستواه ضعيف انا دائما ضلني احبط فيه وقلل من مستواه وقلل كذا هيك، اذا كان في اذا كان في عنده هامش بده يتطور خلص تغيير يعقبه. يعني الرشوه تمام، الرشوه هي كثير شيء غير اخلاقي، انا بعتبره لانه اخذت شيء لقاء اكيد الرشوه بدها تكون لغير شيء غير نظامي، ولا ما انا مستعد يدفع رشوه واحد غير لما الرشوه غير نظامي. واستغلال المنصب لمصالح شخصية تمام، يعني في مهمة كثيرة تمام مهمة كثيرة. بعدين أنا في طبعا الحديث هلا بلش نفرجي ال اوكي اشوف هلا كيف هلا بالنسبه لموضوع الاشعاع احنا كتبنا كمان اول شغله هي اول شيء احنا لازم نكون صادق انس ما يكذب ما يكذب على الزبون حتى لو ما اجله حتى يعني ممكن الزبون يطلب مني سيرفر اللي انا بدي اياها ممكن يكون يطلب مني سيرفيس اللي بدي اياها بعد ساعه احنا انا ما قدرت اعملها بعد ساعه انا بدي اياها يوم او يومين انا العنوان اول عنوان هو الصدق صدق التعامل مع الموظفين صدق التعامل مع الزبائن تمام ومان اليوم واذا طلب من نصيحه مثلا اللي في حدا ثاني بنك ثاني عم بيعطي احسن عم بيك ما ممكن زي لا يعني ما نعت ما دائما نكون هونس نرجع نقول بس مظبوط في حدا ثاني عم بيعطي هيك نحن هيدا اللي عم نقدر نقول التبرير مش معناتها الكذب تبرير شو عم نعمل مش معناتها انه نكذب على الاقل احنا كاتبينها بس تمام خلص يعني بنتابع الخطا شو بيقولوا الشغله الثالثه اللي هم كمان حكوها الاحتراف يعني التعامل لانه اي شخص ليفوت لعنا هو زبون عنده شيء يعني لما بنحكي معه هو بالنتيجه انسان حتى لو كان وضعه وشكله بالاخير في عنده شيء يقوله لحتى هو خايف عنا خايف عن مدير الفرع يعني كمان العالم انه رهبي انه فنسمعه نسمع هلا بالنسبة للشغلات الثانية اليوم نحن بنضطر نتعامل نحن هيك فهمناها لما بنضطر نتعامل بطريقة منا أخلاقية لما بيكون في موضوع كبير مثلا مشكلة كبيرة مع موظف موضوع سرقة موضوع شيء أكيد بدك تحكي ما رح تحكي مع موظف بطريقة منيحة لما بيكون في هيك نضطر نحكي مع بطريقة منا منيحة لما بيكون في اجتني شكوى مثلا عمل مع موظف بطريقه ادب او مؤذيه مبينه انا اكيد ما رح اكون عمل بطريقه لبقه بدها تكون شوي هون قاسية او يمكن لا انا معك بخبري بس هذا كله ما يعني انا يمكن برجع بوضحها انا بقول افضل ما نكون مضطر بقول او امثال مثلا عن اي مدى بيكون الوضع عن لانه شو ما كان الوضع ما المفروض نضطر نطلع على الاخلاقيات او تمام وقت اللي مره مثلا كان في موظف في عنا كانت هي سارقه من صندوق حدا من زملائه مصاري
وقت اللي تواجهت بهذا الشيء هي نكت ولا وكان كثير يعني فهي كان مدراء من التخصص لحودي اضطروا يحكوا معه بطريقه اكيد مو مثل انت عم تحكي يعني بدك تحكيها بطريقه انك بدك تعلى شوي والطريقه الثالثه اللي بنضطر نحكي فيها كمان بطريقه شوي لما بيكون في زبون عليه قصات للبنك ما بيدفعوا صار لك كثير زمان بتحكي فانت بتضطر هون انه شوي تعلي الدور قلت له انا بدي ابعث لك انذار من المحكمه يعني ما بتعود تحكي مع طريقة كثير ضبطة. كيف نقطة الموضوع الأخلاقي طلب موظف مساعدة شخصية مثلا مثل سيارة الشخصية مثل بيت العائلة بتوقع كان أمر أخلاقي مثلا بدون كذا شيء ثاني إسعاف زبون في حال تعرضه لأي شيء بالبنك الائتمان حادثة صارت حادثة تعاون عفوا يعني نسى كيف طبعا ونسينا مشكلة عدم التعامل مع الزبائن بغض النظر عن الموضوع غير اخلاقي التعامل مع الزبائن شدد عليك الموضوع غير اخلاقي اخذ هدية من الزبون بقصد قشرة تسهيلات في شغلة مهمة انه شراء مواد من احد الزبائن بمراعاة معينة من قبل البنك مقابل قصورة كمان على تسهيلات معينة من الزبائن كمان بس طلب بإذن من قبل احد الموظفين رغم وجود عمل ضغط عمل لم يتم في ذلك اتوقع هنا من الأفضل لا هي الفكره الاساسيه مشان حاجه كثير من الاشياء التعليم الاخلاقيات بشكل عام اتفقنا على فكره انه هي ما هي بس دور البرانش وما هي بس التعامل مع الزبائن انا بحكي كبرانش مانجر كشخص عايش بالمجتمع او بالحياه مطلوب منه اخلاقيات معينه بالشغل وبرات الشغل لانه هي بتنعكس على شغل كثير حلو هيدا انا بعتقد بيستاهل اوكي لا مش لا هاي بيستاهل عليها لانه اوتسايد ذا بوكس الفكره الاساسيه اللي بنعتمد عليها نحن بس يبلش موظف جديد او بس نحن صارت عندنا هي جواتنا انه ريزون بيمدح فهو عم يمدح المؤسسه اللي احنا عم نشتغل فيها وريزون ممكن يسبنا هو ما عم يسد شخصنا عم يسد المؤسسه اللي احنا عم نشتغل فيها لسبب معين فنحن بدنا تكون رده فعلنا اتجاه هذا الحدث اللي بيصير ما انا شخصيه يمكن انا شخص كثير بكون طبيعي حد واذا بتقول لي كلمه عاطله ممكن اكون مثلا بس انا لما بقوم بالبنك وبفوت زبون بيسد مثلا بيقول لي انت هو البنك اللي عم تشتغل فيه او انت او كذا او هذا بيعتبر هذا الموضوع هذا موضوع شخصي هو ما عم يسد شخصي عم يسد شيء كاملة اللي انا عم بشتغل فيها رده فعلي بدها تكون ليست شخصيه وما لازم عامل الزبون اذا عمل مشكله اليوم من الايام على اساس هي المشكله اللي عملها يصير بلاك ليست تمام ممكن يدور حل لهم مشكلته اكيد يعني بدها سيتويشن معينه صارت بدنا نفصلها عن المشكله. في مقاطعة صغيرة اجانا كومنت استاذ بسام هو شو الاهداف الاساسية للبنك؟ نعم فينا نجاوب عليكم؟ لا بس خليه يخلص نرجع بالوقت. هي الامور الاخلاقيه اللي انا عم بحكي فيها، الامور غير الاخلاقيه هي اللي ذكرت اكثرها موضوع الرشوه، موضوع الاستغلال المنصب، هي الامور اللي هي عاديه. الشيء الثاني اللي كنا عم نحكي فيه اخلاقي هو تعاملنا مع الموظفين، تقدير ظروفهم الشخصيه تمام؟ والتعامل معهم بشكل اخلاقي حتى لو صار تقصير منهم بالشغل. انا اقدر اكون انسان معهم قبل ما اكون مانجر تمام؟ اقدر اكون شخص فهمهم بقدر ظروفهم طبعا على حدود معينه بحيث ما اتعارض مع الشغل. الشيء اللي ما له اخلاقي هو انه انا اضغطهم بالوقت اللي غير مناسب 100% 100% بس قبل ما ناخذ التعليق لانه في انذكر نقطه كثير مهمه هون اللي هي مش بس ضمن الفرق ومع الزبائن الفرق او مع الموظفين كمان انت عم تاخذ تمج لبرات دوامك مش انه بس الدوام انت عم تبتسر بالاخلاقيات وغير الاخلاقيات خلص دوامك بتروح على تمارس امور يمكن تكون غير اخلاقيه
بمعنى رشوه او تواجد بمحلات مش مضبوطه. ما هذه كمان شغله ثانيه. بس نرجع نتذكر الاوبجكتيفز لانه تجاوب على الكومنت. اول شغله هي ديفاين برانش مانجمنت، شو يعني اداره الفرع. وهلا نحن بالموديول الثاني اللي هو مفهوم الاخلاقيات والمسؤوليه الاجتماعيه. ثالث شغله اداره المعلومات والقرارات. رابع شغله شو يعني كنترول الاداره او المراقبه وشو قلنا بعد التقنيه الكنترول. نعم الرقابه. اوكي الشغله الخامسه شو هي استراتيجيات ضمن البنك لعملها لتغيير to facilitate change. بعدين إدارة فرق العمل ضمن الفروع عنا و ندير as يعني manage as leaders عالميا. اوكي take the opportunity عظيم. No tolerance for harassment يعني ما بتقبل انه يكون في تمييز اكثر من تمييز. harassment يعني هي عنصرية استغلال ابتزاز عنصري اللي بدكم اياها بتنزل كلها تحت الهراسمة. تحرش كلها بتنزل تحت الهراسمة. ما بقدر اقبلها. هاي ضمن الاخلاقيات. وضمن اخلاقياتي هي الاحترام، تطبيق الاحترام. هلا انتم هدول كلهم انا بالنسبه لإلي جزء من اللي حكيتوه، انتم حكيتوا اشياء اكثر بكثير. اوكي كمان وقت نيجي نقول الان اتيكال مثلا ديسكريميشن. انا في اوقات بعرف انه مفروع كانوا بالتقييم بالبرفورمانس ابريزل نحن كنا اوقات باحد البنوك بنطلع على قديش هيدا الطلب عمل ترانزاكشنز يعني قديش عمل عمليات وقديش ساعد زبائن. بس نكتشف بالاخير لانه هيدا بتعليله علامته على التقييم نكتشف انه مدير فرع عم يبعث لعنده الزبائن مش عم يبعث لعند غيره. مش انه الزبون عم بيفوت في عنده كيو نمبر هو دايركت بيطلع مين فضي بيجي لعنده. لا اوقات مدير الفرع عم بي سيلكتيف بدي بعته لعند هذا. هاي ديسكريميشن. هيدي قلنا كمدراء فروع. اوكي شغله ثانيه lack of compensation. شو يعني lack of compensation؟ يعني ما يكون عندنا تقدير. هيدي unethical. بده يكون عندنا تقدير لكل شيء عم نعمله. compensation مش تقدير مادي بس. compensation فيه يكون تقدير غير مادي كمان. ونفس النقطة الدور بعدين بالاكسرسايز هي التهديد او التخويف لانه بتعرفوا انتم مدير الفرع عنده سلطة عنده باور فممكن كثير يستعملها بشكل غير اخلاقي. تنقدر ناخذ قرارات اثيكي بشكل اخلاقي. شو لازم يكون منبنى عنا لنقدر ناخذ هيك قرار؟ صارت كيس اكزامبل. اوكي واحد شكيت انه سافر بالفرع. بتصير. صار معك. اوكي شو بدي اعمل انا؟ شو هي الخطوات يعني بدي ابنيها او بدي امشي فيها؟ لا اقدر اخذ القرار الاخر. اول شيء بدي اجمع كل المعطيات كل الفاكتس هيدا بالدرجه الاولى. هدول كيف بجمعهم راندو؟ عمليات شروط بالضبط. ففي كثير طرق لتجمعوا الفاكتس. سلوكية الموظف اذا تغيرت ممكن يكون هيك بعدين تغير بمطرح معين. ليش؟ بسال حالي هالسؤال. Evaluate different options. يعني بدي اشوف شو هالخيارات الموجوده قدامي اللي ممكن اخذ فيها القرار بهذا المنظور. ونقطه ثالثه خدت القرار مش ما بكتفي هون. يمكن القرار يكون مثلا معاقب معين. مش الهدف انا انه عاقبه وخلص امشي. لا الهدف انه راقب التغير يلي صار بعد ما اخذت القرار.
سو هاي الطريقه يلي نمشي فيها بتطبيق القرار الاخلاقي لحادث معين صار ضمن الاجل. اسئله تمام اوكي رح ننتقل على الاكتيفيتي نمبر 5 او الورشيب نمبر 5 اللي عندكم اياها ضمن الاكتيفيتيز. هيدي كيس صارت رح نحكيها سوا فسرها وبضمن الجروب بتحط الاجوبه تبعه. برانش مانجر عارف انه واحد من كي امبلويز يعني الموظفين يلي كثير مهمين عنده كي امبلويز عم بيشجع الزبائن على استعمال مش ضروري بس الزبائن عم بيشجع كمان الموظفين معه على استعمال تليفون بالبنك ل تليفونات شخصيه. بدك تلفين هذا بدك تلفين هذا اوكي هذا الناين بطلب بعطيك العقد. لقاء شو بس؟ ما عم نستعمله ما في لقاء شيء يمكن لقاء موده لقاء انه هو عم بيعمل له الخدمه. انتبه البنك ما عنده مشكل انه يصير في تليفونات بس بشكل اوكيجنال يعني مش دائم انه اضطر يستعمل التليفون اوكي حطيت بطاريه الموبايل مش مشكل. بس فاتورة التليفون اللي هي كوست على الفروع تبعولكم عم تكبر. اوكي؟ وفي من بعض التليفونات هن بتعرف انه فاتورة الموبايل بتكون اغلى من فاتورة اللاندلاين. سو في كثير تليفونات موبايل، في بعض التليفونات ثابت عندكم بالفرع اللي عندكم فيكم تطرفنوا لبرات السعودية، فكمان في لونج ديستنس كولز. هيدي كيس بسيطة مش كثير بس بدي اياكم تتعاملوا معها بطريقة ضمن البروسس اللي حكينا. يعني أول شغلة شو الأثكس أو شو الأخلاقيات اللي بتعملوها لتاخذوا قرار بحق لهذا الشخص؟ كيف بتجمعوا المعاملات؟ شو هن الأوبشنز اللي عندكم إياها؟ وشو بتاخذوا أكشن بالأخير؟ أوكي؟ واضح؟ ضمن الجروب ما بدها كثير بدها خمس دقائق قبلية. يلا سرو دور لليوم اول شيء نحن نسال نستدعي الموظف ونساله انه ليش هو عم يعمل يعني الهدف انه ليش يعني شو الغايه؟ هل هو بيعرف عواقب هذا الامر؟ هل هو قبل هاي بتحس فيها شيء اخلاقي غير اخلاقي؟ اكيد طبعا بشو استعمال اذا بدكم استغلال استعمال لامور شخصيه او استخدام ادوات لامور شخصيه. نحن نبعث ورا الموظف ونساله انه انت هل بتعرف شو عم تعمل؟ هل هو غير مقصود؟ هل هو سوء تصرف؟ يعني بناخذ نحن المعلومات ليش هيك عمل؟ هي اول خطوه نحن بناخذها. قبل هو عمل اخبار لا هلا في المرحله الثانيه هلا انا حتى اتاكد انه هو عم يشتغل هيك يعني هلا يا اما بريبورت يا اما انا خلال زمان او خلال معكم يعرف في ريبورت طلعت هلا الخطوه الثانيه انا بدي اتاكد من صحه الشيء اللي قاله الموظف طبعا هل هو ممكن هو يقول لي لا انا ما بعرف او عن حد اخترمن انا استنتج انه لا غير هيك القصه ممكن يكون في عم يكبر ممكن يكون في له اهداف ثانيه بدي اتاكد في طريقتي ممكن عن طريق الزبائن ممكن عن طريق الموظفين بطريقه شو معقول الخيارات؟ هلا الخيارات ممكن انا تنبيه خفضي ما
ممكن يكون تحديد وقت المكالمة، ممكن يكون إلغاء المكالمات الدولية لكل الموظفين، ممكن يكون إذا كتير خطيرة الأمور ممكن فصل الموظف إذا هو عم يعمل شيء كتير خطير، يعني الموظف بيسمع الشمس أو بيسمع الخسارة. شو الأكشن اللي أخذته؟ أنا اللي أخذته إذا إنه ما في خطورة كبيرة رح أخذ تنبيه خطي مع تحديد وقت المكالمات كأكشن أول. هلا لحديد وقت المكالمات وترجع بالتابع تمام. هلا في متابعة بعدين إذا لقيت إنه عم تكرر معناته لا في شيء مقصود، ممكن أخذ الخيار الأصعب اللي هو نقل أو فصل. أي ظروف كمان نفس الشيء احنا نكون اول شيء عرفنا هذا الموضوع اذا حدا قالنا او فاتوره تليفون عاليه، فنحن عم نشوف مين التليفون، يعني تليفوننا فاكس لعرفنا بهذا الموضوع. هلا فيني رائب النهار قبل ما تجيبوا الموضوع، بعدين لما بتجي بتقول له انت عم تستعمل تليفون تي او عم تسمح لانه بهذا الشيء صح او لا، بحال عم بيقول لك لا بيكون معنا الفاكس بنقول له لا مضبوط. في حال كان ايه فينا نفهم نسمع الموضوع انه اليوم عم بينعمل على سوق 100 وعلى خزن 100، وقتها بعدين فينا نوصل لحل. طبعا التايم بيكون يعني 5 دقائق مثلا وقت المكالمات هو كثير منيح بيريح. أنا عندي أي فكرة زيادة إذا حبيت تضيفها بهذا الموضوع؟ لا صارت عنا حالة إحنا عملية بس مو كموظفين كزبائن. إيه مو كموظفين كزبائن، اضطروا يستخدموا الفاكسات بطريقة كتير سيئة، بحيث مثلاً شركات الاتصالات عنا بدأت لحتى تبعت لهم رصيد للوحدات بيبعتوا الفاكس البنك، فكان يبعت الفاكس مركز الحياة على أساس إنه هنا أمرين إيداع. فبالتالي صار يصير نصب باسم البنك. هلا هون شو صار الاجراءات هون؟ انه حطوا الاداره كان حطت الاداره الفاكس بمركز مدير فرع وكمان لاسباب ثانيه بالنسبه لخصم الموظفين. الشغله الثانيه صار انه نسمح اذا سمحنا لزباين البي اي بي عندنا بس تحت رقابه معينه مثلا نتاكد شوي انه الاشعار عندنا او شيء. طيب يا جماعه كثير منيح، هلا نحن اشتغلنا على قصه اذا بدكم محاسبه و مراقبة و كنترول أكثر لأشياء أكثر. فكم بالحريق إذا كانت الشغلة أتكت شو بنعمل؟ شو مرة صارت معنا وصارت إنه أتكت؟ بدي أضيف فكرة هسا نعم تفضل نرجع نسأل هالسؤال. أنا بحس هيك شغلة تنبع من الفكرة اللي حكينا عنها، تنبع من المسؤولية، مسؤولية اتجاه هي المؤسسة اللي أنا موجود اليوم. انا ممكن على حسب نيتي اتصرف، انا اذا بقول اذا بفكر فيها بالعكس انه انا مأمن على هذا الترانزيشن معين على التليفون اللي هو بيحكي مثلا ممكن يحمل البنك فاتوره كثير، فانا اذا بعتبر امانه بالنسبه لي لازم انا ادير بالي على هي الامانه ما استعملها بطريقه خاطئه. بغض النظر عن فكره المراقبه والسوق النيه والاسم النيه او شو العقاب اللي رح يصير بعدين، هي تنبع من عند الشخص اللي عنده هاي القدره إنه هو يكون عنده غيرة على هذا ما هو. هون السؤال يا مان، هون السؤال أنتوا دوركم تفتحوا أهمية الأشياء أهمية الأفعال، أو أنتوا بنعكسها بطريقة إنه ما تكون كثير مهمة أو بنعكسها بطريقة كثير تكون مهمة. يعني مو هي الكيس كتليفون تمام، هي التليفون بينطبق على القلم على الورق على المصاري آخر شيء دائما ممكن أفعاله. طيب كيف بالعكس خلينا نقرب السؤال، شخص عمل عمل كثير حلو اخلاق اوكي مكافئ على رح يقول لي حدا استاذ غصان بس ما في عندنا قدره فعاليه. طبعا برجع بحكي بالاول مبسوط اول شيء اول مره نجتمع كلنا، بتصور انه في بعض المدراء اليوم ما بيعرفوا زملائهم، اليوم عم بيتعرفوا علي بيبعثوا على التليفون الوجه في بعض ما بيعرفوا. هيدي نقطة كثير مهمة، واليوم عم بحكي سلمى عم تقول لي انه خلينا نعمل شغلة ثانية مرة ثانية يرجعوا يجتمعوا عن جديد بلقاء يكون لقاء تنام، رح نروح على كذا نوع ثاني مشان انتم كمان تستفيدوا. تصور هيدي كمان نوع من الإفادة، يعني نحن حرصنا انه تاخذوا التريننج بهالشكل وتحط برنامج لسنة 2017 كمان هو الهدف منه انه انتم مجرد ما انتم عم تاخذوا معلومات انتم عم تستفيدوا دراسيا بس انتم عم تفيدوا المؤسسه كمان بشكل ثاني. انا استاذ بسام كان لي شرف اتعرف عليه بالقاهره كمحاضر لإلي
وفعلا كان من الاشخاص المميزين يلي كان في اكثر من 10 محاضرين كان فعلا هو الاكتف بيناتهم يلي قطع الوقت واظن انتم هلا حاسين انه عم يقطع معه الوقت بسلاسه ما بتحسوا معه بتقل المادي فانا بشكرك مره ثانيه شرف في بس انا خليها تكمل تريننج بس طيب انا بشكر دخلتك استاذ عمري بس كمان ورد سؤال على اليوتيوب بخصوص الاوتلاين رح نرجع عند الاوتلاين سريعا بس اول شغله هو الاوتلاين مؤلف من 12 موديول العشر الاساسيه هن اول شيء شو انترودكشن تو برانش مانجمنت شو معناتها برانش مانجمنت موديول الاثكس اند سوشيال ريسبونسبيلتي بيجي من بعده مانجينج انفورميشن اداره المعلومات القرارات واتخاذها decision making control الموديل اللي بعده organizational او bank wide strategy شو يعني استراتيجية البنك ونحن كإدارة فروع كيف مفروض نتماشى مع استراتيجية البنك innovation and change ابتكار والتغيير وكيف كمان الموديل اللي بعده organizational structure and process البنك كيف structure تبوده تمشي بالبروسس لتطبيق هذه structure اخر تو موديلز إدارة الفريق والتحفيز والقيادة، التحفيز والقيادة كآخر موديل. هيدا بالنسبة للسلوك أكيد في عنا كمان اليومين الباقيين اللي هن عم نحكي بالأشياء التكنيكال. أوكي؟ الأشياء التكنيكال عم نحكي ب رقم واحد بشو معنات الريبورتينج التقارير للاداره التقارير بتتضمن الاكونتس الجديده الاكونتس اللي تسكرت الاكونتس اللي انتقلت من فرع لفرع او من بنك لغير بنك الابديت كانت كارد ريبورت سيتلمنت اكيد كله رح يكون بتفاصيله رح نرجع نحكي على البرانش مانجر اوثوريتي هون المفروض بالاوثوريتي تبع البرانش مانجر واكيد preparing the branch annual report budget report كيف بتحضروا انتم البادجت تبعكم السنوي هون عم نحكي اكثر تقني باخر يومين بعدين في جزء كثير مهم اللي هو العلاقه مع الاداره يعني بنحكي على كيف علاقتكم بدها تكون مع الكومبلاينس ديبارتمنت كيف علاقتكم بدها تكون مع الليجل ديبارتمنت كيف علاقتكم بدها تكون مع كوربوريت الميدل والريتيل ديبارتمنتس كنترولينج ذا برانش هلا انتم عملتوا البادجت بس عم تكنترول ذا برانش بادجت اند اكسبنسز العلاقه مع الريجنال مانجمنت الانيوال تارجت علاقتكم مع الزبائن اوكي الكونتينيوتي بلان هلا كثير عم نحكي عنها خصوصا عندنا بالوضع القائم بالمنطقه كيف بدنا نعمل كونتينيوتي بلان اوكي واخيرا الالكترونيك سبورت اللي بتلاقيها هذا ضمن الامر فالكافي برنامجنا لانه مضطرين نجاوب على الاجوبه اللي بتطلع اونلاين هذا جزء كثير مهم يلي حكينا عنه في جزء ثاني بفوت ضمن الاثكس اسمه السوشيال ريسبونسبيلتي شو يعني السوشيال ريسبونسبيلتي؟ المسؤوليه الاجتماعيه كمدراء فروع شو برايكم مسؤوليتكم الاجتماعيه؟ سؤال كثير صعب اول شيء خلينا نقول شو يعني مسؤوليه اجتماعيه نتفق مع بعضنا شو يعني مسؤوليه اجتماعيه اذا بتلاحظوا المسؤولية الاجتماعية هي أربع كلمات ما بعرف إذا في حدا يضيف شيء عليها. يعني بالتفسير تبعولها أو بالتفسير تبعولها Social responsibility is the way that the bank treat those outside of the workplace. الطريقة التي يعامل بها الفرع أو البنك عامة هي كل القصص اللي هن برات نطاق العمل تبعه برات نطاق العمل الداخل شو يعني؟ اول شيء ليش مهم كثير السوشيال؟ 100 مليون 100 مليون هذا بنحرك ليش برايك السوشيال ريسبونسبيلتي اذا عم نحكي بالتفسير اللي هلا حكيت عنه ليش مهم؟ ليش مهم؟ لا هو ليش مهم؟ انه بورك بينه مثلا يدعم مؤسسه خيريه معينه
ليش مهم احد البنود يدعموا الماراثون او يعملوا رمضان معين يزينوا؟ ليش هالشغل مهم؟ اول شيء بيطلع جديد انه هو الزبون كمان هو معني يعني مع هذا الشيء اللي عم بيصير مع الماراثون مع المؤسسه الخيريه هو عم بيكسب الشعب اللي هو يعني اول شغله شو يعني اذا بدي اخذها بالترن البزنس مش الاحساس دعايه لا 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 اخذها دعايه هي الترن اذا بدك الربح من الخبر هو جزء من المجتمع برافو جزء والدعم لنفرش انه نحن جزء من المجتمع جزء ومنتميين لهذا المجتمع في احد المطاعم الكبيره عالميا اوكي عطت لوجو او سلوجن يعني شعار للمطعم نيبر هود ريستورنت نيبر هود ريستورنت يعني هي اذا بدكم مطعم الحي بالدارج بدكم شو مهم لتعطي هالايمج تبعوله اوكي مين كفي بحسوا دائما انك على تواصل معه يعني على تواصل مع الاحداث اللي عم بتصير على تواصل مع العالم على تواصل يعني انك موجود انت بالمجتمع يعني موجود كمان كشخص نعم طيب هاي الانتمس تبع البيئه الكوميونتي شو الفرق بين الايرادا؟ نحن اليوم نحن كباك عم نقدم سيرفيس سيرفيس عم نقدمها عم نقدمها كل يوم لتتميز للعالم يعرفوا يعني يسمعوا اسمك دائما ويشوفوا نحن نحن كبرانش مانجر دائما بنحس حالنا عم نعطي صوره عن وين ما رحنا انت المدير دائما الحديث بيصير على البنك فالبنك كمان بيكون البنك بيكون دائما متواجد بهدول المحلات اي شيء البنك بيقدر يعمله يعني في عندنا مسؤوليه اجتماعيه للعالم للزباين للبلد بشكل عام نحن بالاخير بنك سوري نحن عم نشتغل نحن عندنا انتماء لسوريا فهي لساتنا مكملين وضايعين فعندنا بنحس كبنك كاشخاص اكيد انه اي شيء فينا نفوت فيه ندعمه وندفع فيه نحن ما البنك ما بيروح بيعمل بيدعم حفله مثلا بيروح بيدعم شيء خيري شيء شيء له فائده للمجتمع هذا كلمة انتماء كلمة تواجد كلمة تفاعل مشاركة هيدي هي السوشيال ريسبونسبيلتي تبعهم بعدها في غير هلا عم يفكروا فيها ببيروت انه يعطوا ساعات ضمن المدارس للتلميذ يتفاعل مع البلد يعني مثلا يمكن يكون عنده ساعة أكيد على صفوف عالية يروح يقعد يشتغل بالبلدية يشتغل عمل إنمائي للبلدية تبعوله أو المنطقة تبعوله شغلة كثير مهمة شغلة كثير مهمة هلا هيدي الناحية شو الأخلاقية في هذا الشغل مع أنه الناحية الربحية مانا أخلاقية ما بالنهاية نحن مؤسسة لغوار ربحي هيدي شو بتجيب لنا؟ مين بدك تجيب لنا مردود؟ تجيب لنا دعاير، تجيب لنا زباين بدي يحسوا الزباين مش بس انهم جايين لخدمه مصرفيه هن والله انتمائهم هون اوكي؟ هن هذا الواقع عم يفوتوا عليه لانه بنك بيعتبروه بنك سوري، بنك لهم اوكي؟ طيب فاذا بالتفسير سوري اول شيء انفايرمنت يعني البيئه الطاقه البيئه الكوميونيتي هي المجتمع الصغير تبعكم كيف بدكم اوكي كان مدارس كان مثل ما قلنا قبل بعدين عندكم الكاستمرز الزبائن كمان هدول السوشيال ريسبونسبيلتي تبعكم وعندكم اكيد البزنس الاينسز يعني الشركات اللي بيتعاونوا معكم او اللي حاطين مثلا ممكن حسابات عندكم كمان كيف بنسميهم البزنس الاينس يعني هدول الشركات اللي انا ممكن اشتغل معهم او بس اكيد على صعيد مثل ما عم بنقول اذا كانوا شركات ضمن المسؤوليه الاجتماعيه. اسمع لي انا تفضل الموضوع اللي حكيته انا بيهمني بس حضرتك كيف الفكره عن الموضوع اليوم نحن من زمان يعني لنا كذا سنه موضوعين بيتميز بموضوع عم بيعملوا عائلة كنشاط أساسي بالنسبة له في شهر رمضان الكريم وقت نحن عم نروح على جمعيات خيرية ونقعد مع الأيتام
يخدموا الطبق اللي ساكن تبعهم وقتصار ويخدموا الألعاب ونقعد معهم مدراء الفروع وموظفين الفروع ومن الإدارة العامة تكون مجمع. في حدا كان كيفي هون ما عادش نزيل كمين حدا بيقول أنه العلاقة مع الزبون بالأفراح والأفراح أنه موضوع الأعراس من أمريون والأحزان اللي وقف جنبهم هيدي كمان من المشكلات اللي بين الفرق هيدي قريب من الكوميونتي تبعه يحسس الناس بالمجتمع أنه هو ومن هالمجتمع منه بس ما تركز ممكن تشتغل معي في مصاري. في عنا الشيء اللي عمل يمكن صار انتقادات من البعض وكتار على موضوع اللوحات الزيتية يلي ممكن الهدف منه يشجع فنانين سوريين جداد بعضهم ناشئين بالفن مشان نشتري منهم هاللوحات نشجعهم يكملوا بهالهوية تبعهم نصور هذا قرص وطني بالنتيجة بدي بس يكبروا ويصير عندهم أسامي نتيجة هذه ثروة للوطن رح تكون بهالأشخاص بهالنوع. وأنا بس حبيت لأنه يمكن ما ضووا علي الشباب لأنت تروح من هون تشوف إنه هالبيم اللي تلين عليه فعلا هو منخرط بالمجتمع بسوريا ولهيك نحن قلنا بيمو منا وفيه. طيب بدا زقفة. طيب لكن خلينا ناخذ اكسرسايز بخصوص سوشيال ريسبونسبيلتي طالما هيك ونشوف افكاركم. رح ناخذ ورك شيت 6. المثل بهيدي الورك شيت بيقول انه كل مدير لازم يقلص الطاقة 5%، أنا بدي غض النظر عنه، ما بدي فوت بالتفاصيل، أنا رح أقول لكم أعطوني ثلاث أفكار كيف فيكم تشتغلوا social responsibility للـ environment للـ community ولا الـ customer. ثلاث أفكار. الجروب اللي بيخلص أول شيء له يورو لا أكثر من يورو 10 له 10 هلا للبيئة البيئة تسمع كلها يلا ان شاء الله خير. اوكي يا جماعه خلونا نركز فيه. بالنسبه رح اخذ البيئه من عندكم رح اخذ يعني رح نشكلهم في الدروس. تفضل. هلا البيئه نحن اليوم بظرف الكل سوريا عم يستخدم المولدات، المولدات كثير عم تعمل تلوث. اوكي. والمولدات عم تعمل كثير شيء مولدات تلوث البيئه. فاذا استخدمنا البطاريات هي اوفر وانقى للجون. الشغله الثانيه هلا في كثير عم يصير هدر للورق، ورق التصوير المعروف. ففينا نحن نستعمل الوجهين، نرجع نستعمل الوجه الثاني كمان مو بس على طرف واحد. والمطاط ترمي كمان يكب كثير على الاراضي، فلازم نرجع نلمه نشيل ننظف منه نرجع نستعمله كمان مره. هذا بالنسبه للبيئه، للبيئه ايه. بعد شيء عندكم للبيئه؟ عندنا كمان التشييك دائما عن بند اخر الدوام، نطفي الاضويه، نطفي اجهزه الانذار، نطفي. اوكي، قصدي مش عم تعملوهم هلا؟ عم نعمل بس كمان تشييك. بس في مواليدات مش عارف حلو. بس حتى بدل البطاريات نستخدم الطاقه الشمسيه لشحن البطاريه لسه توفر كهرباء كثير. اوكي برجع بقول دائما وقت تطلع بافكار هيك بدكم تفكروا بطريقه كوست افشنسي. ليش يعني ما بدنا نكلف كثير بس كثير وقت يكون عندها افشنسي على المشتري. الجروب الثاني مين عطيته انا؟ فينا على نفس الفكره ولا لا؟ لا بدكم تحكوني عن الكوميونتي، الكوميونتي مثل ما قلنا هي المجتمع المصغر تبعه. اوكي، الكوميونتي مثل ما كنا طرحنا فكره كبرنامج تعليم للايتام عن طريق دور الايتام، تمام؟ ويقدروا الاستاذ او جمعيات خيريه، يقدروا الاستاذ يشاركوا بطريقه معينه انهم يقدموا شيء، ستاف بورد بينه يقدر يقدم شيء بمجال التعليم، كل شخص على حسب ذاته وعلى حسب الشيء اللي هو بعده. يعني تبرع شخصي. تبرع شخصي عن طريق البنك، نحن تيم بنك بينه، راح على ميتم او جمعيه معينه
ساعتين بالاسبوع لدرس الاولاد المشاكل اللي عندهم مش مشكله فكره عن هي الامراض السرطان عندها ممكن عملت من شيء اربع سنين سنتين ورا بعض تبرع موظفين كانت الشركه هي بيكون الكوست تبعها كثير قليل لانه نحن عم نعطي من التيم تبعنا تمام وقت وجهد من التيم بتتلزم هيك شيء رعاية وظروف اللي نحن فيها بالتعاون مع منظمات مثل الهلال الاحمر رعاية دورات اسعاف اولي للمنطقه اللي البرانش موجود فيها يعني اختار اشخاص معينين باعمار مختلفه باماكن مختلفه برعاية لهم فريم ورك عمل لهم دوره اسعاف اولي نحتاجها كثير هلا هي كثير حلوه ومطلوبه منا يعني احنا بنركز بالوقت الحالي وبفتكر كتكلفه اذا ما نحكي ككوست افشنسي فيها تكلفه كثير ليه؟ لانه اوكي تفضل لدينا تسهيلات التعامل باخذ لحسومات معينه لاسر الشهداء اللي نتيجه الحرب اللي احنا فيها كعربون وفاء مننا كمؤسسه باخذ من السعودي الفرنسي للاشخاص اللي هم عم يضحوا في المعركه او للمناطق المتضرره من هذا الشيء 100 ليره بس انا المقصود انه انتوا على صعيد برانش شو فيكم تعملوا؟ يعني فرق اليوم كاداره ما يمكن ما عملت هالعمل انتوا كبرانش شو بدكم تعملوا؟ من دراسه المشروع لتقديمه الطلب ل تطبيقه لتقييمه بالاخير يعني ابلكيشن ايفالويشن اوف ذا بروجكت هيدي كمان شغله كثير مهمه انتوا فيكم تاخذوا مسؤوليه فيها كبرانش خارجي شاركنا ما تدوموا كل شيء اداريا رفضتها ولا نعم يعني كفرع عندنا بحرم مثلا النقاط المهندسين بحرم قائمة مشروع شركة مساهمة قائمة نقاط مهندسين كلها مهندسين ما عندهم يعني معلومات عفوا فيني ابشر ثانية هون عم نفوت على القسم الثالث اللي هو اللي شو لا كاستن لا ما متعامل حتى عنا يعني ما بعرف اوكي كجمعيه كامل نعم اللي قلنا طلب منا استشارات ماليه يعني كمدير صرافي قلنا لهم في شارك معهم بكل شيء دراسات بالمشروع مش شركه مساهمه يعني كلها ايش نفكر يعني كشركه مساهمه احد الظروف كمان ب احد الدول المجاوره عمل اكاديمي للزبائن هذا كان مشكله بعدين هلا عم نطلبه صباحا تكون اي ليرنينج كورسز نبعثه للزبائن كثير مهم الزبون يعرف شو معناته انترست يعرف شو معناته تشارينج اكونت يعرف شو معناته ليه؟ لانه هذا بيساعدك بالبزنس تبعولك بيسهل اكيد فبتنقوا الكاستمرز اللي هن انت بتصير تعمل خيارات عظيم مين في خيارات عن قصه الكاستمرز اوكي؟ بيهمنا نسمع الاستاذ فراس من هلا ها؟ تفضل استاذ فراس هلا بالنسبه للكاستمر في عندنا مشاركه زبون عنده فرح عنده شيء مثلا بوكيت ورد نبعث له مثلا نحسسه انه هو مثل ما المسؤول جاي منا وفينا انه احنا قريبين من الزبون زياره الزباين بشكل دوري شو بعد في فكره ثانيه بنرجع انا نشارك فيها نعم هلا في فكره انا كنت عم اشتغل عليها بس بعد ما طرحتها بشكل رسمي هي اقامه على مستوى الفرع عندي محاضره تعريفيه للبنك للعمل البنكي نحن ثقافه البنوك بعد عندنا بالنسبه للزبائن شوي حديثه يعني ما عندنا مثل لبنان مثل الامارات
انه نحن نعمل مثل محاضره جاهزه نعطيهم شو يعني بيت. شو يعني الفوائد، شو يعني التسهيلات، شو يعني انك انت تحط حسابك تستخدم البطاقه. هي المحاضره اول شيء بتعطي ثقه بين الزبون وبين البنك، وثاني شيء بتفهم الناس كيف يتعاملوا مع البنك. يعني نابل فيها في نشي مثلا نابل يطرح خدمات معينه ذوي الاحتياجات الخاصه. اليوم الزبون يفوت على كرسي في ويل تشير تبعته مثلا وهم عمليه سحب ما راح فيني اوقف على الكاونتر العادي الاحتياج يوم بالعمليه. وفينا يكون في كاونتر معين محل معين رح نقدر نعطي السيرفس. اكيد اكيد حلو كثير. وفيك انت تعملها بالفرع عندك مكتب عندك عادي ما بالمكتب يعني ما بدها هال كلها افكار بس قديش بتعطيهم يا جماعه يمكن هيدي الكومبتيتيف ادفانتج هيدي بنقول نحن اللي بيخليكم تسبقوهم للكومبتيتيف الشيء بيعطيك ادفانتج فاليو طبعا. كمان درسنا احنا اعطينا دروس للبنك احنا قلنا بالجامعه السنه ايه هذا بدي اقول لكم شغلتين اعطيناهم عملنا تريننج 20 يوم اخذت لي سمعه كثير كثير مهمه وعم يطلبوا منا الجامعات من المدراء انه تدريس بكليه الاقتصاد عم يطلبوا منا ندرس ثقه كبيره روعه روعه في سؤال اجانا كيف بتاكد انه هالتريننج حيرفع سويه الانتاجيه والنوعيه تبع الشغل الموظف؟ هلا اكيد نحن ضمن الاوبجيكتيفز تبعونا بدنا نحط بس هذا بيكون اوبجيكتيف داخلي ما ضروري كل العالم تعرف فيه رح يكون ضمن الاوبجيكتيفز تبعونا ارقام بنشتغل عليها هي بنسميها اكيد كي بي ايز يعني ما نرجع نمجر النتائج بعد فتره معينه ونشوف قديش حولنا من هالتدريب الى ارض الواقع واخذنا نتائج منه. وحينحط اكشن بلان؟ اكيد في اكشن بلان ضمن الاوراق اللي موجوده معنا. رح نحكي عنها بالاخير. اوكي؟ السؤال جاي من استاذ ياسر وشام، تفضل الاجابه. نعم. طيب فاذا هيدا بالنسبه للسوشيال ريسبونسبيلتي. نكون خلصنا اذا بدكم الموديولز يلي لهم علاقه بالواجبات العامه تبع الحمايه المتفرعه، هلا عم نفوت اكثر على اداره المعلومات، انا هذا الموضوع كثير 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 بهمني وبالنتيجه هذا من اهم المواضيع اللي حاليا عم نبحث فيه اداره المعلومات. اذا بدنا ناخذها اداره المعرفه كمان. سؤال صغير لكم. هيومن كابيتال الراس المال البشري كيف فيهم قيسوا قديش يسوى الرأس المال البشري؟ سؤال صعب، سؤال علمي. شو واحد يقيس يعني اذا انا بدي اقول لك قديش بيسوى عندك بال 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 بالعلم بالمصاري قديش بيسوى عندك؟ بتعرف انت هلا هون الطاوله هيدي بتفوت ضمن الاسيتس تبع المؤسسه رايت وهي ونشكلها راس مال نشتريها مش طول بس راس مال في راس مال بشري كيف بتقول قديش بيسوى ديل فاليو القيمه الماديه تبع راس المال البشري؟ نعم هاي القيمه انا رح اقول اليوم اذا بتروحوا على مؤسسه بتشوفوا فيها القيمه الدفتريه بوك فاليو للمؤسسه قديش بتطلبوا رح ناخذ رقم 100 ليرة قيمة دفترية للمؤسسة كسهم هو 100 ليرة إنما وقت تروح على السوق القيمة السوقية ماركت فاليو أغلى بتالي هل 100 الفرق نتيجة شو؟ لا نتيجة شو؟ فاليو هو الأشياء الموجودة عندكم صح؟ قيمة العمل البرودكتيفيتي تبعيتها شو يعني الشهرة العمل الشهرة ريبيتيشن غيره السمعة خلص البرودكتيفيتي الربحية الربحية برودكتيفيتي ربحية شو بعد؟ زمن فترة فترة يعني مثلا اللي بقول فيصل 20 سنة دائما فيصل أكيد أكيد كل هالدول نتيجة مين؟ نتيجة الإنسان نتيجة الستاف نتيجة العمال نتيجة الموظفين هيك من اي سنة هلا اكيد هي فورمولا وبتقول تفاصيل هلا عم بحكي بالعام
الفرق بين القيمة السوقية market value والقيمة الدفترية book value هي نتيجة الأفراد أو الموظفين. واحدة منهم لهالقصص يلي الموظف بطبقها أو بيكتسبها أو بيمارسها هي المعلومات. المعلومات أو النولج كمان المعرفة. اليوم فرضاً عندكم شخص عنده معرفة كتير كبيرة بالشغل وراح مطرح تاني خسرته قيمة نقدية حتى فيني أنا أحولها لقيمة نقدية بالأخير منطقة أو لا؟ أكيد من واجباتكم كمدراء فروع هي إدارة المعلومات. هلا أنا بضيف على المعلومات كلمة نولج كمان إدارة المعلومات والمعرفة. فإذا managing information is important to the success of any business. حالياً التكنولوجيا عم تساعدنا بالإلكترونيك لايبراري انتو عندكم e-learning كمانو فصارت نوعاً ما أهياً أسرع أسلس وصول إلى كمان من صعب. Information forms the strategies and processes of the bank. Branch managers at every level need to organize, acquire and maintain information in order to make appropriate decisions and ensure the bank runs smooth. They could create cabinet and mean organize or achieve. Acquire or maintain. شو معناته هاي الكلمات؟ Organize شو معناته؟ Acquire. شو شوف في معلومات عارف منك وبالاخير مينتين حافظ عليهم الابديت صح؟ كثير مهمة الجملة الموجودة على اليمين كمان إذا بتقراها information is a source of learning unless it is organized, processed and available to the right audience in the form of decision making هي عبء منا إفهم. يعني إذا ما نوجد بالطريقة المضبوطة الأشخاص اللي هم مضبوطين هي عبء وليس كثير مهمة. ليش هالمعلومات مهمة؟ Technology and Infrastructure معلومات بتغيير التكنولوجيا هاي شغلة كتير مهمة إنه أنا أعرف المعلومات اللي بتجيني على الكاستمر فيدباك تكنولوجي عم بحكي كأن أنتوا عندكم بالفروع شو هن التكنولوجي والإنفراستراكشر سيستم روتر طريق الـ ATMs كل هدول. اوكي هلا في كثير ممكن مثلا بلشت تعتمد الكاش دابوزيت الشيك دابوزيت في الكومبيتر لكم طبعا كمان بدكم تشوفوا معلومات عنهم بنش ماركينج لتقدر تشوف شو بتعمل. طيب كاستمر فيدباك كيف عم تاخذوا الكاستمر فيدباك؟ عم تعملوا شيء سيرفيس ولا كيف؟ عم تسالوا زبونات؟ صندوق مشكلة على تواصل بشكل عام تواصل يمكن فيسبوك يمكن على يوتيوب كول سنتر فاينانسز شو معناتها؟ فاينانشال انفورميشن يلي انتم دائما لازم يكون عندكم اياها كريبورتس بتشوفوها كل يوم بتقروها بالجرايد واخر شيء الامبلوي فيدباك هاي النقطة يلي دائما بنغض النظر عنها نحن هي الأهم. نحن يمكن يكون عندنا اي معلومات شو عم بيصير تقنيا كاستمر فيدباك فاينانسز بس في نقطه كثير مهمه اللي هي الامبلوي فيدباك. هلا انا مقصود واحد ممكن كمان تسالهم بتعرف هلا حضرتك طرحت الفكره انه اجتمعوا كلكم اوكي هدول شغلات كثير مهمه بس تاخذوا فيدباك مجرد الاصغاء لهم شغله كثير مهمه وبعدين اكيد في عندكم الحلول و المتابعة الفلو انفورميشن يعني كيف بتمشي الانفورميشن اوكي عندكم بدل الانفورميشن بحد ذاتها استراتيجيك امبورتنس اوف انفورميشن يعني قديش هالمعلومات بتاثر على استراتيجيه المؤسسه فاذا عندنا اول شيء الانفورميشن بحد ذاتها
هالمعلومة بدها تكون عم تجيبوها أول شيء واقعية وصحيحة ودقيقة ومناسبة للشيء اللي عم تعملوه بالفرع، إن كان العمليات تبعولكم أو إن كان نوعا ما من استراتيجية تبعولكم. إذا كانت غير مؤاتية ما تكفوا بالبروسيس. أول شيء بدها تكون مؤاتية. ثاني شيء decisions. هالمعلومات اللي عندكم إياها بتجمعوها بتاخذوا القرار. ممكن رح تشوفوا الشابتر اللي بعده هي القرار، ما فيني آخذ قرار قبل ما يكون عندي هالمعلومة. فإذا use the gathered information to help make decisions and manage teams and employees. Work processes. When decisions are made, القرارات تتخذ، استعملوا القرارات لتنشئوا أو لتطلعوا ب processes، إجراءات أوكي جديدة منظمة ضمن هال الفرقة. وآخر شيء الجولز. الجولز need to be clearly defined. كيف؟ لنقدر يعني آخر شيء أنتم من هالمعلومات والقرارات والبروسيس يطلع لكم أهداف، هالأهداف بيكونوا واضحين قدامكم لتقدروا تمشوا بهال الفلو أوف انفورميشن. شوفوا هون قديش أهمية هالمعلومات لكل هال القرارات الاستراتيجية عم تاخذها. هون برجع بكرر المعلومات وبفتكر هذه الشغله مش لازم تقضي وقت عليها لانه كلكم بتعرفوها قديش مهمه او الصفات يلي يعني لازم تكون موجوده ضمن المعلومات relevant مؤاتيه للعمل اللي انتم عم تشتغلوا فيه مفهومه دقيقه current يعني حاليه مش قديمه وبتناسبنا على الصعيد الماضي هلا النقطة اللي بدنا نوصلها واللي هي الأهم من هذا الموديول هي كيف نتواصل أو نوصل المعلومات الصحيحة. بما إنه أنتم برجع بقول دوركم هو على الميلتين الدور upward والداونورد وأنتم بالنص upward downward فعندنا هالمعلومات موجودة عندكم كيف بدكم توصلوها للأبورد كيف بدكم توصلوها للداونورد وللأشخاص اللي معكم وكلهم عندهم فرق يعني الطريقه اللي توصل فيها المعلومات يمكن تكون غير من تحت اكيد. سو اول شيء ثلاث قصص يعني كثير مهمه تعرفوها انه هالمعلومات بدها تكون دايركت واضحه يعني كثير واضحه دايركت واضحه انا كثير بهمني هيك في شغله الان هيدي كمان نقطه مهمه تل بيبل تل بيبل what they need to know. مش what you need to them you want them to know. What they need to know. على الأقل. لأنه وقت أنتم اللي بدكم إياهم ما بيكونوا حاجبكم. What they need to know. بعدين هالمعلومات بده يكونوا frequently respectfully. أوكي عم بصيروا بطريقة frequent عم تعطون إياهم عم تعطون إياهم بطريقة محترمة مناسبة. واكيد وقت بتجي اعطي المعلومه بالونستي اعطيها بطريقه صريحه ومنفتح على انه اتقبل كمان معلومات مني، يعني انا اذا عم شارك شيء معلومه من عندي لحدا من السوبيريور اكيد بدي اتقبل انه كمان هو يمكن ينتقد المعلومه يمكن ما بعرف بدي اتقبلها. رح نعمل ورك شيت A ونرجع ناخذ بريك. Rate the importance of the following pieces of information on a scale of 1 to 4. 1 not important, 2 not important, important urgent. يعني
قيموا هدول العشر معلومات اللي وصلتهم بالطريقة كيف هيك السكيل موجود قدامكم. واحد منا مهمة، أربعة ارجي كان ارجي اوكي كاستمر سيرفي شوز ذا سيرفيس از سليبنج، يعني عملتوا نوع من الاحصائيه ضمن الزبائن واكتشفتوا انه الخدمه عم تنزل. هيدي شو المعلومه؟ مهمه غير مهمه؟ ارجنت دون اسرع هي ارجنت اوكي اربع سيو في اشياء طلع له سيو هو عنده نوع من العلاقات المشبوه. هي شو معلومه؟ ما بدي هون بدي بس انه مدى يعني كله بموقع وصلت له المعلومه. The leader of it is rising. Sales are predicted to grow in the next quarter. ارجنت اذا انا على بالكوست برافو عليك. انا هيدي بدنا نشتري باسرع وقت لتتبع لها بينما من قبل سيت ار بريدكتد تو جروث وهنا ارجنت بريدكشن بريدكشن برافو عليك. مانجر اذا لحقتين للمعلومه رقم سبعه مانجر ما بيأثر مانجر از ميننج لتايم عم يقرب للتقاعد. شفتوا كيف يعني ممكن المعلومة تكون هيك توصلكم بدكم تشتغلوا فيها على أساس الفلو الحكي. حلو؟ منيح؟ خلونا ناخذ بريك صغير أبو خمس دقايق ونرجع من كده.